السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد راحل وخطوات يمر بها هؤلاء عودتنا الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في خدمة أهل القرآن لتعطي دلالة بلدان الإسلامية حيث إن فيها الاهتمام بإتقانهم في تلاوتهم لكتاب الله تبارك المتحصلين على التراتيب الأول لمسابقة لي في هذا اليوم نشكر المشايخ الذين قدموا كثيرا إلا أنفسهم وما يشعرون بارك الله فيك لتأهيلهم في المسابقات العالمية وقبل أن تقام هذه الدورات وعلى دعمه لأهل القرآن جزاه الله خيرا وبارك الله فيك أيضا لدينا تكريم ل كذلك عضو الترتيب الرابع عشر بدرجة وقدرها قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الحمد لله رب العالمين قد أتممنا هذا اليوم وهذا المساء هذه الدورة المباركة والتي عنيت بحفاظ القرآن الكريم وعنيت بالنخبة المتميزة لقراء وثلة من النخبة والقراء المتميزين من جميع أنحاء الدولة الليبية من شرقها وجنوبها وغربها والغرض من هذه الدورة هي ترشيح الطلاب المتفوقين والمتحصلين على التراتب الأولى ترشيحهم إلى المسابقات العالمية والمحافل الدولية حتى يمثلوا دولتهم خير التمثيل وبحمد الله عز وجل نعلم جميعا ما لأبنائنا وما لهذه الدولة من سمعة طيبة خارج البلاد وداخلها من هؤلاء الطلاب الذين يقرؤون ويحصلون ويحصدون التراتيب الأولى دائما وأبدا في المحافل والمسابقات الدولية فنسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين.